شفتها. يا هلا يا هلا ويومية هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. صار هواي عنكم، مشتاق لكم كومه. شوفوا هساني بهاي الحديقة اللي دائما اصور لكم بيها، هنا من يصير هذا مال 4th of July اللي من تشتغل الشعالات ويحرقوها حرق الدنيا هنا. المنطقة اللي تطلع منها الشعالات هاليه من المي كلها تضار بيها من هذا الشريط الاصفر، ما يصير واحد يعبر بعد. هذولاك الفريق اللي جاي يسوون الشعالات. هاي الحديقة هسه تشوفها فارغة، بس بيوم 4/7 بالشهر هنا مالك محط رجل اصلا تقعد بالقاع، كلها راح تنترس ناس. تدرون هسه هذا المكان مال شنو؟ مال واحد يجيب اكل ويجي هنا ياكل. جبنا الاكل وجينا، مو قلت لكم المكان مال قاعدة؟ نقعد هنا جوا الشجرة وناكل. يا رب كون ما قرصنا البق، لو يجيني ذبان مثل ذيك المرة، كل ما اطلع بحديقة اكل يظل يفترن يم الزنابير على ريحة الاكل. يا الله. أذن. دنيا مغرب صارت. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا وياي. اليوم الثاني. هلا. اجانا ابو جاسم. لك شنو هذا الزيان؟ السلام عليكم. شلونك؟ الزم شكو ماكو؟ اخبارك امورك؟ امورنا تمام. شكو ماكو؟ لك مشتاقين. شو والله عمي طالع حلو حبيبي. والله العظيم انا وياكم زي مثل زيان، بس انا شويه اتخن من يمك. يا عادي انت قول لي. شلونك رئيس؟ صلحنا السيارة مش نظيفة. شكو ماكو؟ حتى سيارتي بعد مو نظيفة. شكو ماكو؟ الحمد لله. مشتاقين لك يا رئيس. والله احنا كمان. اليوم يقول لك راح يعلقون الجو عليك. هسه نروح. يلا نروح عليه ان شاء الله. يا ربي. يا الله. جينا على الداون تاون، بس جاي ندور لنا بارك نبارك بيه. طبعا. كان يطببنا وين وين؟ غلط. ردنا نطب الطريق الغلط والله، كان لزمنا الشرطه. هسه جاي ندور لنا بارك نبارك بيه السياره. اليوم 3 بالشهر راح يسووها هنا بالداون تاون، وان شاء الله باكر راح يسووها بالحديقه اللي صورت لكم اياها بدايه الفيديو. يوم 4 بالشهر. هسه ابو الفان غلط علي. ابو الفان؟ اللي كان قدام بقول دخلتهم معاي لقوا مكان. لقوا مكان واحنا بعدنا. كلها جاي تدور باركات. ما شاء الله مع الناس. اي هي يكون هاي يكون الولايه مالتنا هيك نشوفها محمد؟ مستحيل تشوفها زي هيك. الله. مره بالسنه. مره بالسنه اي والله. محمد عبالك رايحين بغير ولايه مو بولايتنا. ابو جاسم خل نروح على دول جاي يدقدقون. يلا خل نشوفهم. اي فوت منا بعدين خذ يمنا خذ يمنا. يلا بلش. محمد يلا عيني. اليوم راح يعطوها عليك شعالات. اليوم هنا باكر في الحديقه صوت ان شاء الله. نشرت شنو؟ امشي يا معود. هذا انشحط صوته من رحنا وجينا هسه. بال49 بال10 راح تبدا الطقطاقات. الناس كلها متحمسة، بعد 3 دقائق تبدا الصعادات من هاي الجهة. اي 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 بعد بعد
هذولاك الناس اكو هناك ورا هذا المجمع جاي يطقون فيه. لا عارف احنا ريثنا هنا يحرقون الدنيا حرق. حارقين طبعا. هيا يلا. بدأت يحرون اللغوحة ذاك هذاك الكبر كيف؟ ياه شوف هاش يسوي حركات الجاي العاب حلوة الله اي نو بارا هلا بالتشارجر شوفوها التشارجر بوليسية هذول الشرطة عارفين التشارجر قاعدين بهاي مال الكورف بعد ما رجعت البارحة كنت ويا محمد ابو جاسم طبعا البارحة والله كلش تونسنا ونسة حلوة واليوم ان شاء الله رايحين على المكان الثاني درجة الحرارة يمنا حاليا 29 وبغداد 37 29 والدنيا الظهر هسه الساعة بالوحدة وتيمكم 37 والساعة تقريبا هسه بالتسعة بالليل طبعا مو بس بالعراق بالدول العربية الباقية كلها الدنيا حارة وحتى هنا بأمريكا هي موجة حر تجي على كل العالم بالحديقة صار بيها مالتنا تذكرونها من زرعناها الزرع كله راح وهسه طلع بداله شيء ثاني ما ادري هذا اللي يطلع هيجي من وحده بس هنا أمي زارعة الريحان زرعته بالجديد هذا الريحان كلش حلو اليوم من نرجع بالليل راح نشعل ذني كلهن نفجرهن هنا نحضرهن يا الله بعد ما خلصنا بدلت وراح نروح على يوسف ناخذه ونروح على هاي الحديقة حتى نشوف شلون راح يسوون الطقطاقات اليوم جو حار سيارتي صار لها يومين ما بيها بنزين واتعاجز افولها تصدقون لقيت مالتها مشتغل كل ساعة اقول يلا باشر من ارجع من الشغل اصعد هلا 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 شلونك هلا يا ابي بعد كانون يوسف راح يصير يوتيوبر لا يلا اذا سوى كاميرا شنو اذا سوى قناه حتى تقوم تنشر لهم لا حالا عيني بعد كاميرا مع يوسف يوم راح يصور لنا هاك الزم يلا الزم يلا يا الله وصلنا على الحديقه صراحه نروح نطب جو هناك بعد تقريبا ساعتين يلا يسوون الشعالات ما شاء الله ايش قد جايين اكثر من داون تاون
شو اخبارك؟ والله الحمد لله. والله مشتاقين لك حبيبي. كنا نلحق وكان نشوفه. والله عراسي. وين كنت؟ والله كنت الفلف هنا؟ كنت الفلف شفته. حطيت على لازم التليفون يخابر ما يدري. يا معود سوري تعال يلا بعدين اتبع علينا. والله عراسي منور رئيس. والله اجواء حلوه، شنو رايك بيها؟ شو رايك بالاجواء؟ والله اجواء كلش حلوه، اتمنى هاي الولايه مالتنا كل يوميه هيجي. بس وين بالسنه حسن اشوف مره واحده بالسنه بس. مره واحده. اي والله. هذا يوسف. يوسف ماكو ما جاي يحكي. يوسف بس ساكت. طيب بس احكي لك. احكي. احكي. شو رايك بالاجواء؟ شو رايك؟ ما يضحك. الله 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 الله. اوه مع الناس صوت العصافير. جماعتنا سوري ويوسف. وين رحتوا عفتوني؟ ها شنو طفونا واللايت؟ طفت الكهرباء جت السحب. بس باعوا الناس هنا شلون يمشون؟ اكو واحد متعدي هذا الخط ما حد متعدي وهو ازدحام باع وين واصل؟ حتى هناك الشارع كله ازدحام بس ما حد متعدي الخط. شلون نظام حلو. شنو راح نسوي؟ راح نطقطق الطقطاقات. طبعا وصلنا على داون تاون الحمد لله. هنا راح نطقهن نفس المكان ذيك المره السنه اللي راحت طقينا فيه. Are you ready؟ Are you ready؟ Yes. لك هسه الشرطه يجي وين؟ ما يجي الشرطي. جاهز يوسف؟ يلا يلا امشي امشي. واحد هاي شنو هذا؟ شو ما طيق؟ راجمه. وين هذا؟ لا هذا 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 هاي طلع هاي طلعها. هذا شنو؟ هاي راجمه هاي راجمه مال الصواريخ. لا والله والله. اي واحد ورا الاخ. يلا جيبه. فتحة فتحة من التشيس. سوف سوف سوف. يلا شغل الراجمة شغلها شغلها. ايه اشتغلت الراجمة اشتغلت. تفلت 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 تفلت. لك لك راح ينقلب علينا. تفلت 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 تفلت. ها 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 شنو هذا؟
روح. شنو هذا محمد؟ ما ادري. جربها؟ شنو هذا؟ مش مدرين. خلي اشمرها شمره هيك بالله شو اسمه؟ اي سوي هيك. ولك يلا. صورها؟ لا. شنو هذا؟ ايه طلعنا هيك شيء. طق هاي نخلص منها. طقه. شنو يقول هذا؟ جيبه شوف. هاي شنو؟ هاي باوع. شنو هي؟ نفتحها نشوف شكو جاخد داخلها. لا لا تفتح. ليش تفتح؟ نفتحها نشوف. لا 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 ما يصير هيك محمد. خلنا نجرب هسه. انت خسران خساره. ما يطق هسه. يطق. شنو هذا؟ جقاير. وهذا طين خالي بيه باوع. شنو هذا؟ شوف اسمنت. ايه اقول لك خلش انا اليوم اجربه هنيش. اريد اليوم خلش على وش مره هيك. اوكي يلا شلون عبوي سريع. لك سريع سوي. ها ذبه ذبه ذبه. شنو هذا محمد؟ بقع بعد الدخان. شو تقولون هاي؟ شو مسوي؟ وقف هيك محمد. انا خليه بالعكس. لا 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 تحطه بالعكس. لك شلون؟ ما يصير ما يصير وش شوف. بس افلت لا تبقى بمكانك. اوكي يلا روح. تعال 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 ما عرفت تعال يصير. يلا يلا تقول يوسف بالعكس. ايه سوي بالعكس. انت تدلل. جاهزين؟ جاهز. هاي بالعكس خليناها. شوفوا هاي لازم تطق من فوق. خليناها بالعكس. افلت يوسف لا تبقى يمك. ها حفلت يوسف ترى تطق. افلت افلت افلت. ايه صور 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 صور. افلت افلت. يلا فوكس فوكس. خلصنا. اذا نشمرناهن بالزبالة. يلا نروح.